راجي من الاخوان ديالنا الله يجازيكم بخير. حنا تنطالبوا الولايه، طالبنا المسؤولين، طالبنا الوزاره توصي علينا باش تشوف لنا حل ديال هادشي. حنا بغينا الحوت، راه الفئه هادشي راه مهلوكه، الله يجازيكم بخير. هاد الفئه راه مهلوكه، الله يرحم لكم الوالدين. راه كاين هادشي ديال بغا يقولوا استنزاف ديال الثروات، راه كاين استنزاف ديال الثروات، راه كاين لوبيات كبار هما اللي واقفين هادشي وضدنا. ما عندناش حنا اللي مثلنا كمهنيين، راه ما عندناش اللي مثلنا. لا تنوقفوا روسنا، ورينا فين هاد الكاشطوره، ورينا فين هاد الناس اللي تيجيو غيدافعوا علينا. فينا هما؟ حنا ما جيناش وقفنا على روسنا كطبقه هشه، راه ما كاينش اللي يدافع عليها. الله يجازيكم بخير، ارحموا من في الارض يرحمكم من في السماء.
حنا تنطالبوا من جهه الجهات المسؤوله وجهه الولايه وتنطلبوا عاش الملك. حنا ما خرجش على القانون، راه السلطات قادره باش تحمي الاسطول البحري، تحمي الاسطول البحري. الله يجزيكم بخير، الله يرحم والديكم، ما تلقوا لنا الحوت فترزقوا الله، ارحموا في الارض يرحمكم في السماء. بسم الله الرحمن الرحيم، تحياتي للجميع. واولا كنشكر السيد الكاتب العام والسيد الوالي اللي بادروا فتح حوار مع الاخوان البحاره المحتجين على القرار الوزاري اللي كيمنع الصيد ديال جميع انواع ديال الاسماك. غير باختصار يعني الخلاصه ديال الاجتماع، تنويرا للراي العام باش خصوصا الفاعلين في القطاع المتتبعين بالاحداث ديال هذا القرار الوزاري. اولا كنحيوا السيد الكاتب العام على التفاعل ديالو الايجابي مع هذه الوقفه الاحتجاجيه ديال البحاره اللي فتح فيها حوار مباشر وتصنت للمهنيين، وكان اعطى ذا الوقت الكافي اننا نحطوه في الصوره ونطرحوا ليه المسائل كما هي ونقلوا له الصوره والمعاناه اللي كيعانوها البحاره بسبب هذا القرار الجائر اللي صدر من الوزاره. وكذلك كان حوار مفتوح مع السيد الكاتب العام حول بعض المخرجات وبعض الحلول الممكنه اللي كنشوفوها من حنا كمهنيين، بعض الحلول الممكنه لهذه الازمه الحقيقيه اللي كيعيشها القطاع ديال الصيد البحري من جهه واللي كتعيشها الساكنه ديال الجهه. وكان السباقين لان السيد الوالي راسل السيد وزير الداخليه بخصوص الموضوع وتطرق بادق التفاصيل الحيتيات والاكراهات اللي كتعيشها المنطقه واشنو ممكن يترتب على هذا القرار الوزاري. حنا راه في انتظار الرد الرسمي ديال الوزاره، حنا رانا مستمرين في وقفات احتجاجيه سلميه اللي كنطلبوا من الاخوان البحاره انهم يتنظموا اكثر وتكون عندهم لجنه تنظيميه اللي تشرف وتكون لجنه حوار واحده. ونكون ديال الوقت انتم منظمين هذه الوقفات ابتداء من يوم الاثنين، اليوم ثلاث ايام. للاسف دوزنا يومين عند المندوبيه ما كان حتى شي تفاعل من طرف القطاع الوصي. اول وقفه اليوم امام الولايه تم التفاعل والتجاوب معها. المدخلات والمخرجات اللي خرجتوا بها من عند الولايه؟ اللي خرجنا بها من عند السيد الكاتب العام بانه غادي يرفع مشاكل ديال المهنيين بشكل حرفي على شكل تقرير للسيد الوالي. والسيد الوالي راه غير راسل السيد الوزير الداخليه في الموضوع، واصلا السيد الوالي ديجا راسل الوزير الداخليه جوج ديال المراسلات كانت اكثر حده من التقرير الحالي اللي غيدار. لان الوضع ديال المنطقه وضع امني بالدرجه الاولى، وهذا الشيء غيكون عنده تداعيات اخرى امنيه، وهذا هو اللي كيراعيه. وحنا اللي كنوصلوا للراي العام والمهنيين باننا عندنا احنا وزاره الداخليه وعندنا السيد الوالي بصفته كممثل صاحب جلاله هو المسؤول الاول على الجهه، هو املنا الوحيد. لان الوزاره منذ سنين ساده باب الحوار مع المهنيين، عندنا خيط واحد غادي نتمسكوا به في الحوار هو السيد الوالي. وكنتمناو من السيد الوالي انه يكون في الصف ديال هاد البحاره. السلام عليكم، تحيه للصحافه اللي ساندونا بعدا. اليوم اختي نهار الثالث على التوالي وحنا في هذه المظاهره هذه. اليوم النهار الاول اللي فتحوا معنا باب النقاش. اليوم استقبلنا السيد اللي هو كاتب العام في البيرو ديالو. حاولنا حنا وباقي الاعضاء انه هو قال لنا كتب الملتمس ديالنا. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارطاجيو الفيديو وديروا جيم وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.